خويا كنا جالسين على بعد شي 100 متر 150 متر الا كنسمعوا شي حاجه طرطقات. جينا كنجري نشوفوا شنو هو، لقينا السيده انها تلاحت من الفوق، يعني لقيناها متوفيه، يعني طاحت في البلاصه توفات. ملي جينا تنشوفوا عرفنا بان ساكنه في الطبق الثاني، ولكن ذاك الطبق الثاني يعني كانت شرجم مشدود والباب البلكون مشدود، يعني صعيب انه يكون الباب مشدود من غادي تنتحر. ملي جينا نشوفوا لقينا واحد السيده قالت لنا بان كانت في السطح، يعني ممكن انها رمات راسها من السطح ديال العماره. هذا هو اللي كاين. عاوتاني جيت استشرت على الدابا مع الابن ديالها، قلت له زعما واش كان عندها شي مرض نفسي ولا شي حاجه؟ قال لك كانت عندها واحد بنتها يعني عزيزه توفات هذه شي شهر وشي حاجه، يعني هذاك ملي توفات كانت هي اللي كتراعيها وكتمقابلها، يمكن هو اللي خلى عندها تاثير انها فكرت انها تنتحر، وكل شيء عند الله هو اللي كيعلم بالحقيقه. هذه تكون عندها شي 80 82 سنه. We'll be right back.